long. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Can you love me without you? صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من ابو السلالة. هلا الساعة 6 الصبح، حبيت هيك اعملكم فيديو جديد. خليني بس نرجع فيديو جديد هيك، نحاول نعمل نصير بالجمعة فيديو فيديوهين لنضلنا هيك نكتر الفيديوهات ونضلنا معكم على طول بالفيديوهات. اول يوم الي شغل من بعد شي سنتين، فمن بعد ما اجت أزمة الكورونا، يعني انا وقتها كنت من سنة وشي شهرين ثلاثة فتحت محل اراجيل شيشة، يعني بيقولوا هون بالمانيا كافيه. أنا فتحت من هون شهرين ثلاثة وسكروا المحلات هون كلها بألمانيا، وبك تقولوا عملوا حظر تجول، يعني ما خلص هالمحلات الأراجيل وكل شيء، العالم اللي بيلتقوا فيها كل شيء محلات العالم تلتقي فيه سكروها نهائيا، يعني لوقت محدد، يعني فحتى يخففوا من حالة الكورونا. وصار لنا سنة وشهرين بك تقولوا قاعدين قاعدة وحدة بالبيت، يعني لا الواحد بيتحرك لا بيظهر لا بيشوف حدا، قاعدين بهالبيت. فمن بعد هالسنه وشهرين ثلاثه خلص الواحد بيزهق شو بده يساوي. فقررت اليوم روح قدمت على كذا شركه، فقالوا لي اليوم بدك تجرب، ما نجربك جمعه براكتيكوم، يعني هون بيقولوا له بالمانيا. هلا هون الواحد بالمانيا ليشتغل منيح ويقبض منيح لازم يكون عامل شيء اسمه اوس بيلدونج، يعني هون بألمانيا بيقولوا له أوس بيلدونج، يعني هون حيالله شغلة بألمانيا بدك تشتغلها لازم تعمل فيها أوس بيلدونج. الأوس بيلدونج هو مثل معهد عندنا بمناطقنا، فهذا الأوس بيلدونج مثلا بتشتغل لنقول 3 سنين دهان بشركة، بيعلموك الدهان وغيرها وبكل شيء القصص، ساعتها بتطلع على الشركات بتقدم بتاخذ ساعتها معاش منيح. بس إذا ما كنتش عامل أوس بيلدونج بتاخذ معاش كتير قليل، يعني أنجأ يكفيك أكلك وشربك وشوية هيك صغيرة تفرفش، يعني 100-200 أورو زيادة هيك يتفرفش فيهم. بس إذا واحد بيعمل أوس بيلدونج بيقبض يعني أحسن من غيره، بيتطور أحسن من غيره حتى بكل شيء مش بس بالدهان. هون حتى دراسة البنك فيك تعملها أوس بيلدونج مش جامعة يعني. فمن بعد هالسنة وشهرين ثلاثة وقاعدة بالبيت قررت إنه خلص هلا لازم اطلع، يعني الواحد بيقرف بيزهق بالبيت. شو تصور حالك قاعد انت سنتين ثلاثه، سنتين يعني هي انا اكيد حتروح للسنتين لانه هلا صرنا سنه وثلاث اشهر، وهلا بعد لهون لاخر سنه انا اكيد هون بالمانيا ما رح تخلص. وهون بالمانيا يعني يكون بدولنا العربيه صار في واحد يظهر يروح يجي يتحرك، بس هون بالمانيا في كتير تشديد على القصه. حتى هلا هون بمنطقتنا يمكن نحن يمكن بس بالمانيا كلها يمكن بعدنا بعد الساعه 9 بالليل ممنوع الواحد يظهر من البيت. هلا زادوها صارت للعشرة من امبارح، بس تصور حالك يعني محصور ما فيك تعمل شيء. فقلت يلا بنجرب نروح نشتغل، وهذا بقولوا له او هذا اول يوم الي براكتيكوم، يعني هذا اول يوم الي براكتيكوم. قدمت لي 8 شركات، فلنجرب اليوم لنشوف. هلا هم بروح من الساعة 6:30 الصبح بدي يكون هونيك، بيرجع على البيت الساعة 4:30 بعد الظهر، وعندك من 2 للخميس هذا الدوام، فبيجي عندك نهار الجمعة بس للساعة 12:30 وسبت واحد عطلة. فقلنا بنجرب احسن ما نضلنا قاعدين بالبيت. فهلا احاول اني هلا بس اوصل هونيك مش رح اقدر اصوركم اكيد، احاول بس بالبريك صوركم لنشوف اذا حيمشي الحال ما رح يمشي الحال، حيعجبني الشغل حيكون الشغل منيح. فهلا بنشوف، وبس اطلع على البريك بصوركم. هلا بدي يشينكم شي 5 دقائق 10 دقائق لاوصل، فحاول صير اعملكم كمان فيديوهين بالجمعه، يعني ممكن اعملكم شي هيك فلوجز فلوكات احكيكم فيه عن حالي، اذا عندكم اي سؤال تسالوني كمان بجاوبكم هون بخصوص المانيا وبخصوص الشغل، وحاول اعملكم صور فلوكات وشويه فيديوهات تعليميه. يعني كل شيء بنجيبه بنعمل له ريفيو، يعني كل شيء بنجيبه بنعمل له ريفيو في حال حدا اذا بده يبلش
في حال حدا اذا بده يبلش قناه لنكون مساعدينه بالاشياء اللي فعلا هذا بتكون منيحه ولا لا، يعني حصير جرب اني بحالي، واكيد هي حعوزها للقناه هاي للاشياء اللي حجيبها، حصير جرب بحالي وبخبركم اني اذا منيحه فعلا تستحق او ما بتستحق. هلا هي وهلا خلصنا من الشغل، هلا بعدني مخلص، يعني تقريبا صرنا من الساعه 6 الصبح للساعه 4:30. فكأول يوم كان منيح، يعني ما اجبر شيء، اكيد في تعب يعني، بس هالشي عادي بالشغل. كان عندنا حمام فبدنا نقبع له بلاط، قبعنا له بلاط، واصعب شيء كان تقولوا تقبيع التلزيق، لو بس تقبع البلاط فهذا التلزيق اللي تحت البلاط صعب كتير يتقبع، فهو اللي اخذ الوقت كله تقريبا. فقبعناه وخلصنا وجهزناه ونظفنا الحمام، وبكره بدنا نعمل شو؟ بدنا نعمل بكره طبليط للحمام. هون الشغل بالشركه هون يعني يوم بتلاقي حالك مع بالطبليط، يعني باو بيقولوا لهون يوم طبليط، يوم دهان، يوم حيطان، كل يوم شكل بتلاقي حالك عم تشتغل، بس بيضلوا احسن من القعده بالبيت. فهيك حبيت اعملكم فيديو، وصير نعمل هيك فيديوهات يومية او كل يومين فيديو، شو رأيكم انتو؟ ولكل شي كمان بنجيبه مثلا نعمل له ريفيو مثل ما قلنا الصبح. هلا هون في كاميرا تضربنا هون اذا بتأسرع فوق السرعة المحددة، بيعطوك ظبط بيبعثوا لك اياه على البيت، ما بيعذبوا حالهم. هي طلع وهون الطقس بالمانيا هلا من نص ساعه كانت عم تتلج، رجع هلا قلب الطقس صار مشمس يعني، بس هلا اذا بتطلعوا هقلب الكاميرا، اذا بتطلعوا لبرا بتقولوا الطقس ما احلنه، بس اذا بتطلع من السياره بتلاقيها تلج تلج تلج. حشوفرجيكم هيك الطقس قدامنا كيف هيكون اذا بتطلعوا هلا، بتلاقوه طقس ما احلى، سقعه يعني، الهواء برا سقعه كتير. فقولوا لي رايكم بهيك فيديوهات، تحبوا هيك نعملكم هيك فيديوهات كل يومين؟ يعني بنصير نعمل هيك فيديوهين بالجمعه، شو بيصير معي بالشغل، شو بيصير معي اشياء خبركم عنها، وبنعمل فيديوهات ريفيو للاشياء اللي بجيبها، الاشياء الكهربائيه، اشياء اللي بعوزها القناه، كيف نصور، يعني اشياء بعوزها كل واحد بيعمل فلوكات. هلا في عندي كتير اشياء لازم نعملها ريفيو، وبعدني اني بحب قبل ما اعمل ريفيو للشغله بحب تفحصها مزبوط، يعني مش انه خلص جبت القطعه بعد نص ساعه مثل ما بيعملوا القنوات كتير، يعني بعد نص ساعة بيعملوا لك ريفيو بيقولوا لك فيها هيك وهيك 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 ومنيحة. لا، أنا بتقعد القطع عندي 3 جماع شهر لا تفحصها كلها منيح وعمل لها ريفيو، لأنه بس بدي إجي لكم إنه هيدي القطعة منيحة اشتروها مثلا، أو إذا حدا سألني مثلا بتنصحني، بدي أكون مأكد 100%، يعني بدناش نقعد نكذب على العالم إنه هاي القطعة اشتروها وكرمال الشركة تستفيد وهيدا، لانه اصلا انا الشركة ولا الشركة بتبعت لي، وكل اللي بعمله ريفيو انا بكون جايبهم على حساب الخاص. فحتى لو الشركة يعني في حال الشركة بعتت لي يعني شي مرة بعمل لها ريفيو مثل ما لازم ينعمل لها، يعني تكون 100% مزبوطة، لانه انت بس تشوفها عندي لنقول واني قلك منيحة تروح تشتريها انت تلاقيها مش منيحة حتقعد تسبلي هاي اول شغلة حتعملها. فعشان هيك انا بحب القطعة تقعد عندي فترة 3 جماع شهر اوقات اكتر لعملها ريفيو. هلا في عندي الامازون بوكس اذا شفتوه بالفيديو من شي شهر تقريبا، الامازون بوكس وبعدني حاطه عندي وعم جربه، هذا حنعمل له موفي ريفيو. عندي الدي جي اي او ام 4 كاميرا هون كمان، دي جي اي او ام 4، هاي الدي جي اي اوسمو 4 الجيمبل للتليفونات، هاي كمان صار شي جمعتين عندي بدنا نعمل لها كمان ريفيو. وعندي كذا شغله ولنعمل لها ريفيو، بس كله بوقته
كله شوي شوي، ما بدناش نستعجل حتى نعطيكم احسن ريفيو للقطع. فهذا كان الفيديو لليوم. اذا بتحبوا هيك فيديوهات ما تنسوا خبرونا بالكومنت وعملونا لايك للفيديو. هو لايك اليوم مزبوط، هذا اول يوم شغل قصيناها بالبلاط، نشق اصبعي بالبلاط ودمي طرطش طرطشة. فمش مهم هلا. اذا بتعجبكم هيك فيديوهات مثل ما قلت لكم اكتبوا لنا بالكومنت، ساعتها بنعمل لكم هيك فيديوهين هيك بالجمعه وغير الفيديوهات الريفيو. وما تنسوا تعملوا لنا لايك بهذه الايد اليمين، تعملوا لنا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى تضلكم تتابعوا اجدد فيديوهاتنا. الى اللقاء بفيديو جديد من ابو السلاله.